يا مساء السعادة على كل مشاهدي برنامج الطبيب، واهلا وسهلا بيكم في فقرة مهمة جدا جدا لكل الناس اللي بتعاني من خشونة الركبة. الفترة الأخيرة بقينا نسمع ناس كتيرة قوي عندها خشونة في الركبة، آلام في الركبة. ما بقاش الموضوع مختصر لازم يكون حد كبير في السن، لا ممكن نبقى شباب، ممكن تكون بقى لايف ستايل، عاداتنا تقاليدنا قعداتنا، يعني طريقتنا في كل حاجة حتى في النوم. يعني خلينا يعني واثقين ان احنا اللي يعني عاداتنا هي اللي بتخلي الاحتكاك او الالام دي تنتج او يظهر التهاب. اوكي طيب، كلنا بنحب ان احنا نتعالج، بس ما بنحبش يعني موضوع كلمه عمليه، او بنسمع كلمه عمليه وتغيير مفصل احنا بنحس ان دي نهايه العالم، وانا كده اتدمرت، انا كده هقعد في البيت. لا يا جماعه، النهارده احنا معانا ضيف فقرتنا، يعني جاينا بمفاجاه حلوه جدا. بسطني انا شخصيا ان انا قال لي ان انا في ناس كتيره قوي بتبقى كانت جايه لي، ناس قالت لها، مش هقول ايه بقى اللي قال لها، يعني غيري المفصل، قال لهم لا، يعني ممكن نستبعد الموضوع ده لغايه ما نشوف العلاج معايا هيعمل ايه، والعلاج فعلا نجح جدا. عشان كده احنا النهارده او انا كمان سعيده جدا ان هو موجود معانا. في ناس كتيره جدا ممكن تستسلم، انا مش هغير المفصل بس انا هقعد كده في بيتي، في ناس ما بتتحركش للاسف وبتمشي بعكاز. خلينا بقى النهارده ناخد منه التفاصيل وازاي اعالج خشونه الركبه. بس خليني ارحب بيه دكتور سامي قنديل، استشاري علاج الالام وحقن البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه. كمان نخلي بالنا يا جماعه ان هو هيبقى قريب جدا في زياره لقنا واسكندريه، يعني انا سعيده جدا يا دكتور بوجودك معانا. تاني حاجه سعيده انت جاينا بمفاجاه حلوه قوي ان احنا مش هنغير خلاص المفصل، جاينا بعلاج الحمد لله. كمان انا سعيده ان انت بتهتم بالناس، اذا كان يعني سفرك ان شاء الله عن قريب لقنا واسكندريه. ربنا يخليك، ودي حقيقه يعني، لان انا موضوع خشونه الركبتين موضوع كبير قوي جدا والتفاصيل فيه كتير جدا، وناس كتير على مستوى الجمهوريه الحمد لله رب العالمين قابلتهم وشفتهم، وبسبب برضه ظروفهم الصحيه عملنا زيارات الحمد لله بقى لنا 3 سنين. احنا الحمد لله ربنا بقى لنا 3 سنين شغالين في التخصص خشونه الركبتين وعلاجها بدون نوصل نحمي المريض من هو يوصل لتغيير مفصل. يعني الحمد لله الاف دلوقتي، الاف اعداد 10 15 ألف واحد معانا الحمد لله ربنا في خلال 3 سنين. النتائج هايله، الناس اللي كانت فقدت الامل وكانت بتقال لها بدل المره 10 اعملي مفصل، الحمد لله رب العالمين، والناس قدامي بتابعهم، ناس معايا في الشغل واستشارين جراحه واستشارين في عمليات كتير، ويقف كتير بالساعات كان بيشتكي من خشونه، والحمد لله رب العالمين انا اللي حامل له حالي بنفسي وزميل ليا، كل يوم بشوفه وكل يوم مبسوط جدا. فدي حقيقه، لان مش انا جايب من حاجه، عندي امريكا نفسها كان عندي واحده من معادي بنتها في امريكا، عاشت بتعيش عندها وتروح فتره كبيره، فعملت هناك بي ار بي مرتين اوكي في ركبتها. لقيتها بتكلمني لان شافتنا على اليوتيوب وشافتنا على الميديا، وقالت لي نفس الطريقه اللي انت بتعملها دي بالظبط وبنفس الاجهزه والانابيب انا شفتها هناك وعملت مرتين، فانا هاجي اعمل عندك يعني حضرتك علشان اوفر على نفسي مشوار الطيران والمجيء. حضرتك تقصد ان العلاج بحقن البلازما، احنا نطينا على طول على العلاج. طيب خليني قبل ما ننط على العلاج برضو نفهم الناس يعني ايه خشونه ركبه، وايه الحالات اللي الناس فاكراها صعبه جدا وفعلا محتاجه تغيير مفصل بس انت بتعالجها بالبلازما. انا ليا مقوله دايما بقولها وبقالي 3 سنين بقول ان خشونه الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجه ويمكن علاجها. اوكي. الحمد لله رب العالمين. ازاي اعرف ان انا عندي خشونه؟ ان اي انسان بدا يحس ان ركبته بتوجعه، يصحى من النوم يلاقيها بتوجعه او ورمت شويه او احمرت، يضايقه في طلوع السلم او حصل صوت او مع نزول السلم وطلوعه بيحس بوجع. ده اشرح لنا اكتر يا دكتور مع الفيديو اللي معانا على الشاشه. ده يبدا معناه ان احنا عندنا بدا يحصل تاكل في الغضروف الناعم الجميل اللي بيتحرك بانسيابيه جامد جدا. ده دول الغضروفين دول بينهم سائل اسمه سائل زلال الساينوفيال فلويد. لما يبدا يحصل خشونه، وهنقول اسبابها ايه، 4 اسباب رئيسيه، يبدا يحصل تاكل خفيف لو بقى شكل حاجه مايكروسكوبيك ما نشوفهاش، انما يبدا يزيد والتدهور يحصل، ويحصل ديجنريشن يعني تاكل في الغضروف، يوصل ان اماكن كتير بقت خلاص الغضروف متاكل، وهيبدا يظهر العظم الاحساس، وفي اللحظه دي بيبقى فيه الم جامد جدا. يعني تقصد حضرتك ان خلاص الغضروف تاكل فابتدى يحصل احتكاك ما بين العظام. الاسباب الرئيسيه لحدوث ده في 4 اسباب رئيسيه ما نقدرش نتكلم عليهم، ما نقدرش نعترض عليهم. اوكي. السن وده شيء كان زمان بنقول اللي عنده 50 60 سنه و70 سنه يبدا يجي له خشونه، لا هي بدات تقرب شويه، بس عاده السن له عامل، ما ينفعش طفل عنده 10 سنين او 12 سنه او ولد شاب لسه في العشرينات يجي له خشونه، بيبقى في اسباب ثانيه بقى. انما السن كل ما السن بيتقدم كل فرصه حدوث الخشونه تحصل. الوزن شيء اساسي في حدوث الخشونه.
كل كيلو زياده في وزننا بيمثل على الركبه من 4 ل 5 كيلو، يعني انا لو وزني بيضغط على الركبه. دي حاجه علميا. انا لو وزني مفروض ايديال 75 وحاليا انا 90، فانا عندي 15 كيلو زياده اضربهم في 4 و5 يعني حوالي 60 كيلو وزن على ركبتي. طب ما دي بقى الاسباب ان ممكن يبقى في خشونه عند الشباب، ممكن يكون طبعًا فتاه طبعًا او شاب الوزن تقيل. طب ايه تاني يعني ممكن تكون قعدتنا على طول في العربيه ما بنتحركش كتير؟ حدوث لو لا قدر المريض عنده سكر او عنده ضغط، الاربع اسباب دول اربع اسباب رئيسيين. اوكي. واحد تخين جدا هيجيله خشونه. حلو. وسنه صغير. لما بتجتمع واحده او اثنين بتبقى الفرصه حدوث خشونه عاليه جدا. كتير. احنا لينا بيهيفيرز ولينا عادات مش كويسه. احنا عاده كلنا بننزل السلم في شبابنا وفي طريقتنا ثلاث اربع درجات. التريد ميل، النطاط الكتير، القعده اللي بنقعد قاعدين رفاسين او قافلين رجلينا لفترات طويله جدا، دي بتاثر على تغذيه الغضروف وتنه مضغوط فبيبقى مش بتنفس يعني كويس. لازم اتحرك ما بقاش قاعده مكاني فتره كبيره. المفصل انا دايما كبيرة. اقول المفصل ده اسمه مفصل. أوكي. زي ما فصلت الباب لو ما اتحركتش هتصدي وتبوظ. لازم حركه المفصل شيء اساسي، ولازم احرك رجلي طول ما انا في اي وضع. لو بمشي كويس جدا، لو قاعد وقعد فترات طويله لازم احرك ركبتي، لو في سفر احرك ركبتي، لو سايق لو واقف في البيت لازم كل شويه اتحرك. لو واقف فترات طويله احرك ركبتي، وانا واقف اتحرك اروح مشوار اعمل خطوتين وكده. فلو اجتمعت الاربع اسباب دول هيبدا يحصل خشونه، بيبدا المريض يشتكي ان هو طالع السلم بتوجعه او بيصحى من النوم تضايقه. في اللحظه دي المفروض يبدا يعمل استشاره طبيب. طيب خلينا بقى نفرح الناس بقى، وفي سؤال مهم جدا، اقصى درجات خشونه الركبه. تمام. لان كل واحد يقول لك اه اصل ممكن العلاج ده ينفع بس مع حد. تمام. غيري. تمام. وحد بقى يكون واكله دماغه ويقول انت حالتك متاخره. النقطه دي مهمه جدا. لان المريض لو جالي في خشونه درجه اولى انا ببقى سعيد جدا، هاخده بالحضن لان انا هقدر اعالجه في خلال خمس دقائق بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. جالي درجه ثانيه او ثالثه هياخد مني مجهود شويه، درجه رابعه هياخد مني مجهود كبير. فدايما ننصح الناس لما تشتكي من خشونه تعالى بديل. طب هو عايز يعرف درجه خشونه دي اولى ولا ثانيه ولا ثالثه ولا رابعه؟ مظبوط. ابسط حاجه وسهل جدا وبتشخيص بسيط جدا جدا ان انا اقول له اعمل لي اشعه عاديه على على ركبتينك وانت واقف. اشعه عاديه مش رنين. اشعه عاديه. لا الرنين، انا الرنين دايما بنربطه بالاربطه، الرباط الصليبي او الغضروف الهلالي او الاربطه الداخليه. اوكي. ليه؟ لان هو مرتبط بالاربطه. الرنين بيبين لي شكل اربطه مقطوع، في تير، في حصل في تمزق. انما انا عايز اشوف الحجم الغضروف والرنين بيجيبها، بس انا بتشوفها. انا اقدر احددها كويس جدا وما اكلفش المريض. طيب المريض ده بيجي لي بالاشعه بشوف السبيس او الفراغ اللي ما بين العظمتين اللي هو بيبان اسود في الركبه. لو كبير ده مفيش خشونه خالص، بدا يقل، بدا يقل لحد العظمتين ما يوصلوا يعني بعضيهم. يعني الدرجه بتزيد كل ما العظمتين يقربوا من بعضيهم والتاكل يحصل، لان الغضروف يكون قليل مش بيبان في الاشعه. طيب فانا لما يحصل درجه اولى اقدر احددها، ثانيه، ثالثه، رابعه. الدرجه الرابعه لما يبقى معاها تقوس بيبقى درجه مش كويسه في الخشونه، ممكن فعلا المريض يتقال له بقى والجراح يقدر يقولها له وهو مش همه اعمل مفصل. طبعا ده برضه نقدر نتعامل معاه، ولكن ايه اللي بيخلي المفصل الركبه تتقوس؟ طيب الاحتكاك الجامد بيطلع اشارات جامده جدا للمخ، في الام المخ يبدا يقول كده في وجع جامد، اتصرف. الموضوع زاد عن حده. زاد عن حده. طب الركب ده دي علاقه فعلا كلام ما بين الركبه والمخ، طب نعمل ايه؟ يقول لهم ابداوا بعيدوا وقللوا مساحه الاحتكاك، فتبدا الركبه تركز على نقطه صغيره وتتقوس لبره. طيب بس كل الحالات حتى متاخره حتى الحاله الاخيره بنعالج. طيب معانا البلازما بقى. دي طريقه تحضير البلازما. انا ايه اللي بيتم؟ ايه البلازما يا دكتور؟ اشرح لنا. دي احدث طرق العلاج في خشونه الركبتين. هو كل الموضوع ان احنا بناخد عينه الدم من المريض، عينه كبيره شويه، بنحطها في انابيب مخصوص اسمها بي ار بي تيوبز. لازم مفيش حاجه اسمها انا احضر بلازما بالطريقه في المعمل او الحاجات دي. دي انابيب وجايه مستورده مش بايدين حد، هما بره اللي بيعملوها مش احنا، لان هما شغالين بي ار بي قبلنا بفتره. اوكي. انابيب مخصوصه بتتحط في السنترفيوج اللي هو الجهاز الطرد المركزي، بتطلع لي نفس الشكل ده، كل عيانيني بيشوف المنظر ده بالظبط. بلازما غنيه بالصفائح الدمويه، تسحب من المريض او الحاله دم، صح كده؟ البلازما بنسحب عينه منه قدام عينيه والانابيب قدام عينيه بدون اي تاتش، بدون اي لمس، عندر سيبتك تكنيشن كامل تعيين. أوكي. كل حاجه. وناخد البلازما من الانبوبه بعد ما تتفتح لاول مره، ما تتفتحش خالص غير وانت بتاخدي منها البلازما. تتجمع في السريك في السرنجه وبنج الموضوعي بدون المريض ما بيحسش باي الم، ونحقن البلازما جوه. فكره البلازما ان هي تعيد بناء الغضروف، زي ما العظمه بتتكسر
كل اللي بيحصل من اي حاجه من الجراحه ان احنا دي طريقه الحقن. اوكي، اماكن بقى معينه يا دكتور؟ لا، وضع تشريحي معين في الركبه، والحقن جوه المفصل مش بيوجع. انا بدي بنج موضعيه في دخله الجلد بس عشان المريض ما يحسش بشيء، عشان الناس حساسه شويه. انما جوه المفصل داخل جوه فراغ بحقن ما بيعملش وجع. حس المريض بيقول لي معلومه كده دايما اسمعها منه، حاسس ركبتي بتتنفخ، ان هو في حاجه جوه. اقول له ده احساس طبيعي لان في حاجه، في سائل بتدخل. اوكي، انما مش وجع خالص. المريض بيقوم يمشي يروح عادي جدا. فكره البلازما بتعمل ايه؟ زي ما العظمه كانت بتتكسر ويجبروها او يعملوا لها اي حاجه بحيث العظمه تبقى على بعضيها كده، طبعا تيجي خلايا الدم تجمع هنا وتخلي الخلايا العظم تتكاثر وتلتئم تاني. نفس الفكره دي هم اخذوها، قال لك نجمع خلايا جوه الصفايح في عوامل نمو، كل صفيحه واحده فيها 22 عامل نمو. العوامل دي من ضمنهم عوامل مسؤوله عن اعاده بناء الغضروف، خلايا الغضروف، فيبدا الغضروف يتكاثر، فالحتت اللي كانت متاكله والديجنريشن اللي كان بيحصل يقل. يعني تقصد يا دكتور ان البلازما بتعمل بناء للغضروف؟ ده كلام هايل. طب خلينا نكمل كلامنا، بس خلينا بقى يعني انت مكسر الدنيا، خلينا متفقين. وفي حالات يعني بتشكر جدا في النتائج، فخلينا نخرج لتقرير نشوفهم بيقولوا ايه ونرجع لكم مره ثانيه. اتفضل. انا الحاج محمد عالم غيث من ميت الغمر فقهالي، كان عندي خشونه في ركبي ولفيت جميع الدكاترة اللي كنت أسمع عنها، والحمد لله ما كانش فيه واحد عمل معايا أي حاجة. بعد ما دخت ولفيت وعملت المستحيل، وأخيرا سمعت عن الدكتور سامي أنديل في القاهرة، فرحت له بسم الله ما شاء الله، ما مجرد ما عمل لي البلازما الحمد لله الحمد لله الحمد لله على إيده، بعد ربنا ربنا يرحمه، بعد ربنا والحمد لله انا بقيت 100 100 والحمد لله، وجبت له زوجتي كمان عشان يعالجها من ركبها وعندها خشونه برضه، وربنا يستر حاله ويدي له الصحه والعافيه. قلت له وديني له يا حاج يمكن اطيب انا ركبه زيك كده وابقى كويسه اقدر اشيل نفسي ولا حاجه. قال لي ماشي يا حاج هوديك له. وجيت للدكتور سامي ونعم الادب ونعم الذوق ونعم التربيه صراحه، يعني ما فيش بعد كده ابدا صراحة، محترم جدا جدا، واللي ربنا يعني بعت له الحاجة دي يجي للدكتور سامي صراحة، يعني الذوق اللي في الدنيا كله فيه. الله يا سيدي، والله أنا حاجة بيت ربنا والله مرتين اثنين، تسلم ايديك وتسلم ايديك. يلا عمرو، بسم الله الذي لا يضر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السميع العليم سبحان الله وبحمده. احنا حطينا بنك عشان بس نبقى عارف نعمل ايه، وادي البلازما اللي هنزود لها اكتر عشان حسيت بيها. وادي كمان مغذي، انا حسيت بيها. بتتنفخ. كده الجلسه رضعت الركبه الاولانيه، نحن الركبه الثانيه. اي درجه سلم كان لازم اطلع رجل وشيلوا الرجل الثانيه يطلعوه. دلوقتي انا بقيت اطلع مثلا 4 درجات 5 درجات لوحدي. حتى نفسهم في البيت بفضل الله يعني بيقول لي لا مش معقول، اقول لهم بس سيبوني اطلع لوحدي. سبحانك يا رب. انا بقيت اطلع لوحدي، بقيت اقوم لوحدي دلوقتي مثلا. مش بيعرف يقوم من على السرير خالص. خالص لازم حد يقومني. الحمد لله، ولا هيتحسن اكتر كمان ان شاء الله. اروح مشاوير دلوقتي ما كنتش بقدر اروح. يا سبحان الله، فضل ونعمة. وبمشي دلوقتي الحمد لله. الأول ما كنتش بقدر أمشي، ده فضل ونعمة عليك. وألم يا رب يبارك. من ساعة ما حنت الدولة فات وخرجت من عندك من أهو ما حسيتش بأي حاجة. اللهم صل على النبي. رب العالمين الحمد لله. بدعي لك والله، أنا بدعي لك. إن شاء الله أشوفك، إن شاء الله أشوفك بعد 3 شهور تكوني بإذن الله مرضية وكويسة والأمور ماشية معاكي طيبة إن شاء الله. طبعا احنا سعداء طبعا لما شفنا فرحه يعني حالات وهم كبار في السن يا دكتور. دي حقيقه. الشتاء داخل، بيبقوا عايزين يقوموا حتى يجيبوا يعني كوبايه ميه، يعملوا كوبايه شاي، حاجه تدفيهم، يتحركوا بس في الشقه، هم مش عايزين حاجه اكتر من كده. انا حاسه ان الفرحه مستنياهم بجد. دي حقيقه، لان اولا قبل اي شيء احنا بنتعامل مع المريض حاجه الحمد لله رب فير جدا. عينه الدم بتاعه قدامه، الانابيب بتتحط قدامه، بتتفصل في الجهاز قدامه، كل شيء بيحصل في خلال 10 دقائق ما بيتعبش خالص. وحاجه امنه جدا لانها من جسمك. انا مش انا اللي اقترحت الفكره دي او مش انا اللي كده، لا دي ناس بره الرياضيين النهارده في المانيا بيحقن بي ار بي علشان تمزق عضلات، عشان في مشاكل في الاوتار، علشان لو في اي حاجه في الاربطه. النهارده
امريكا نفسها لما بدات اخترعت المفصل، وكان المفصل ده ثوره جامده جدا في الثمانينات، النتائج بتاعه المفصل بدات تظهر بعد 10 15 سنه. المفصل لازم يتقرر يتغير تاني. انا مش ضد المفصل بمعنى المعنى الحقيقي، ولكن ضد النتائج اللي بتظهر بعد كده. المريض بعد وقت تبدا عضلات رجليه تضعف، لان مفيش ريسبونس، خلاص العلاقه ما بين الركبه والمفصل والعقل اتفصلت تماما، فالعضلات بتبدا تاخدش اوامر، بيبدا العضلات تضعف. يعني المريض الارضش قادر يقوم او يمشي، تبدا رجليه مش عارف يتحرك فبيقعد يستسلم. خلينا كمان نقول حاجه مهمه قوي، ان ايا كان المفصل يا جماعه مش هيكون زي المفصل الطبيعي بتاعي. طبعا مفصل ربنا لا يمكن يعني لو انا وزني زياده وركبت المفصل ما هو برده مش هيستحمل. ده انا حضرتك في حاجه اسمها كونتر انديكيشن، او حاجه ضد تركيب المفصل. البلازما بقى بتعمل ايه؟ احنا بقى دلوقتي بنعتمد على حاجه من جسمك امنه جدا. خدنا عين الدم قدام عينيك، فصلناها في انابيب قدامك، وحقنها بدون اي يعني والعياذ بالله، لا في مريض بيقع في الارض ولا في بيصوت ولا بيتعب. لا احنا شفناهم زي الفل خالص، كان الموضوع ابسط من كده كتير، ويقوم يمشي يروح. البلازما بتشتغل على خلايا الغضروف اللي بدات تتاكل. التاكل يبدا يقف، يبدا يبني نفسه، هو الغضروف نفسه اللي هو اصلا بيفرز الماده السائله بتاعه الركبه، يبدا يزود السائل الزلالي اللي جوه الركبه. المريض في الاول مع اول حقنه يبدا يحس ان ركبته بدات تلين. حلو. الاحساس الالم اللي كان بيبدا يوجعه طول الليل او صاحي على وجع يبدا يقل. مع الجلسة الثانية المريض يبدأ يتحسن، بدل ما كان مفيش حاجات بيقدر يعملها زي بعض عمليات. بيقول ما اعرفش حتى اطلع كام درجة. عمليات ده كان اثار كذا حادثة، وكان من كتر ما عمل عمليات تآكلت الغضروف تماما. مع الوقت بدأ يبدأ يتحرك، بدأ يحرك رجليه، بدأ يقدر يروح التواليت لوحده، بدأ يقدر يعمل اللي هو عايزه بنفسه. ده شيء مهم جدا. في ناس جدا ما بتعرفش حتى لو عايز تاخد علاج، لو الشنطة الأدوية بعيد شوية يعني كتر خيرهم، برضو بيكون اولادهم متزوجين ومعهمش حد. طبعا يعني انت كده بجد يا دكتور فرحت ناس كتيره جدا. يعني دي حقيقه، لان انا بقول لحضرتك الفكره ايه، ان المريض بعالجك بحاجه من جسمك، الموضوع سيف جدا، امن جدا، مفيش تغيير مفصل، ما عندناش الحاجه بلازما، موضوع بسيط خالص. فكره ان انا المريض لما يتقول له اعمل مفصل، المريض ما اولا العمليه دي عمليه كبيره جدا، عمليه مكلفه قوي، الحاجه الثانيه للاسف مش هتفيده. يعني احنا بنتكلم ان ركبتك اللي ربنا خلقها لك بكل ما تحمل معنى من الكلمه احسن من ملايين المفصل الصناعي. هما بيعملوهاش وبكل صراحه وبيستسلموا ويقعدوا في البيت. احنا جينا لهم بحل، عشان كده كمان في ناس كتير قوي مستنياك بقى في اسكندريه. انا سمعت ان انت كمل الاتصالات اللي بتجي لك، والمعاناه ان في ناس مش قادره تسافر، وفي ناس كبيره استفق. يعني انا بحييك على الروح الانسانيه بجد، ان انت هتسافر لهم مخصوص. قول بقى مواعيد اللي انت هتروح امتى هنا واسكندريه. باذن الله انا مسافر هنا يوم 31 ويوم 1 نوفمبر الشهر ده، اخر يوم في الشهر ده هكون موجود ان شاء الله. هنسافر الاربع بيبات في الفندق، نبدا نشتغل الخميس 31 والجمعه 1 نوفمبر، ده في مستشفى اسمها مستشفى الشفاء الدولي في قلب محافظه هنا امام الكوبري العلوي. يعني يوم 31 في هنا الشهر ده 31 طيب، بشرى حلوه لكل اهل هنا اهو. خميس وجمعه اخر الشهر ده، خميس وجمعه اخر الشهر. طب في اسكندريه بقى مسافر امتى؟ احنا لينا مركز ثابت في اسكندريه في لوران 6 شارع ماهر بيك، بجوار ابو شقره، ثالث نمره من البحر، اسكندريه يوم حاجات جميله كده في العنوان. رايحين يوم 15 و16 طيب. شهر نوفمبر. انا سمعت كمان ان هو معانا على الشاشه ان في ناس بتيجي لحضرتك من بره مصر، من دول عربيه. سمعت ان الحاله دي من السعوديه. الحمد لله. الحمد لله عندنا ناس كتير من بكل امانه من السعوديه ومن الامارات ومن العراق ومن فلسطين ومن السودان وليبيا واليمن. الحمد لله ناس كله بيجي لك. احنا بنحب نركز على الدكاتره اللي عامله ضجه بصراحه. ليه؟ مش عشان خاطر الشو، لا، عشان خاطر احنا هنساعد ناس كتير قوي في حاجات هي مش عارفه عنها حاجه. يعني انا لغايه دلوقتي انا شخصيا ما كنتش عارفه ان في حقن بلازما ممكن يعمل يعيد بناء الغضروف. دي يعني ده انجاز الحقيقه. ما هو هم بره كل يوم بيدوروا، كل يوم عايزين الجديد. يعني احنا بعد ما بنتكلم النهارده في بلازما والخلايا اللي فيها عوامل النمو اللي بتساعد كل حاجه تنمو، زي ما انا بعمل بايدي كده في خلايا بتقع بتتبني تاني، في عوامل نمو مسؤوله عن الحكايه دي، شعر اللي بيقصه بيطول تاني، ضوافري، كل دي عوامل نمو في جسمي. الغضروف كذلك له عوامل نمو بيرجع موجودة تاني في الصفائح الدمويه تبني الغضروف. طب هم قالوا لي نختم، بس انا برضو هقول حاجه بسرعه معلش يا مخرجنا. يعني ايا كانت درجه
الخشونه انت بتعالجها اللي جاي لك عشان تعرف الدرجه ازاي وتبتدي تعالج. يعمل اشعه عاديه، يعمل اشعه عاديه وهو واقف على قدام الاشعه، واقف صوره اماميه وهو واقف ومع صوره دم. ولو بياخد علاج للسيوله او اسبرين يوقفه 24 ساعه قبل الحقن. وان شاء الله اي حد بيشتكي حتى كمان الام العمود الفقري لنا تعامل كبير جدا بدون تدخل جراحي. لا احنا لينا بقى حلقات كتيره قوي طبعًا. لان الناس كتير قوي هتحب الحلقه دي. والام المفصل الحوض انا بشكرك، نفسي اكمل علاج الالم مجال كبير والحمد لله. نفسي اكمل اكتر من كده بس للاسف. انا بشكرك جدا يا دكتور ودايما في نجاح ودايما مشرفنا كده ومنورنا. بنشكر دكتور سامي قنديل استشاري علاج الالام وحقن البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه. وانا كمان بشكركم، خليكم معانا دايما مع الطبيب.